واش دخلتي نوم؟ عاجده. واش دار البرنامج؟ دابا انا نبقاو بلا السحور، حنا كنصوروا ليهم في البرنامج حتى نبقاو بلا السحور. اه وي راه النساس نسيبهم يقبل خطواتي. الله يلا الوالي ربي الله العظيم. اذا نبداو واجده. مساء النور تي واشوتين واشو حباباتي خواتاتي اش درتو الحريره الله يعطيك الحكمه الصحه ايوا زوم رمضان نشمت بخير وعلى خير ظلمت تزيل لا نشام ظلمت التراويح ايوا هادشي اللي كتاب حتكم الفطور والصيامكم مقبول. اذا الواشو التواشوتين مساء النور عليكم، نتمنى تكونوا ناشطين ماشطين ناضين كالعاده، توحشناكم بزاف الحقيقه. مرحبا بكم من جديد في حلقه اخرى اللي غادي تكون ان شاء الله مليئه بالمفاجات اللي عودناكم عليها في هذا البرنامج هذا المتواضع. خليونا نبدا اولا من اول فقره واللي هي ادوار الزمان. أبغي خايج دوا داخل يا الزواق يلا غاسر على الله زواق ولا ماشي زواق راه ما كيبينش راه تي على غير ظلام ظلام هاي هاي اش من واخا سي توشتو لا بالوان قوز قزح راه ما نشوف والو ايوا الاخت انور الدني نوض داز داوي خيش الحاجه او تي تي سينشا واش واجد انور الدن ديالي اه دائما انا واجد غاسر على الله راك تحتي يلا الاخت تقول تي سين تا بدان بدان واش شي حاجه صعيبه ولا سهله ولا لا صعيب صعيب يا بسم الله عبا على بركه الله اش هاد العجبه الوالده اش هاد الشيء اش هاد الشيء الوالده ايوا شوف شوف اش غادي نشوف اش غادي نشوفو انت سد لي عينيا لا لا شوف قولي قولي تحسس تحسس بيدك قيس بيدك شوف شوف نهز نهز شوف تفسي سي فاسني هاي نهز بجوج يدين غير هز شوف ماشي مشكل ها ماشي مشكل الخشب هذا الخشب ها هذا الخشب الخشب ياك هادي شي ساعة قديمة اش من ساعة قديمة لا لا شوف شوف واش يزل في الكيان ذخيرة شوف جوم تاتي واشو تين شوف انك الباخرة ايوا شنو راه الخشب هذا راه هذا 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 خلاص صافي عرفتو البابور لا ماشي البابور هذا شي ديكور ديكور واش ديكور صافي ديكور صوبتوه شحال هذه شوف واش الطيارة الطيارة النفرفير نقص دير خسرتيني خسرنا الحفلة عين نشوف لا لا معليش معليش قفص لا 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 ماشي القفص لا ابدا ابدا انت واش تاع حمور هذا واخا حمور شنو هي هذا واخا حمور عاوتاني ايوا ني انت واش تاع حمور هذا هذا واخا حمور سير غير حيدي صافي واخا هاني اش هاد الشيء يا ربي السلامه الله يا شتي الله 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 اش هاد الشيء الوالده ايوا سهله اش من سهله معوره نعورة هذه لا 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 ماشي نعورة نعورة ها ها نعورة ايوا هادشي نتقع وسنخ نعورة انا والدين ديالي انا قلت هذه راه نعورة ها الوالدة انا ما عرفتش هادشي قربي لي قربي لي ياك ما نعرفها قولي لي شي حاجة لاش كتصلاح شوف ها يلا يلا هيا شوف 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 قولي لي لاش كتصلاح شنو فاش كيحتاجوها وكذا ولدي نور الدين في الزمان غير الحاجة يدك كلان وقعي لي حتى حاجة انور الدين ديالي باش نعاونك شكل الناس غير دست مزول هما كبيرة وانت دابا انت دابا خلطتي لي اللغز خلطتي لي مع هاد الشكل كي غندير نعرف الوالدة
ها صبر صبر ماشي هنايا كيحطوا الزراع ولا هايه ها بحال ديك تسير بحال ديك الرحال اللي عندنا لتحتها هي لا لا ماشي بحال بحال ماشي بحال بحال لا لا عو ها تسير دوامان هايه عرفت اخوتي تسير دوامان برافو يا نور الدين ديالي برافو عرفتي باش تذكرت اخوتي شفت انا غير هاد البلاصه فين كيخويو الزرع لحقاش هاد البلاصه تنسميوها انفيف ها هو غادي نحيدو من هنا باش تشوفوها انت هذا سميتو انفيف ناش خويو الزرع ياك الواليد انت تايا انفيف يلا شوف انت خواتاتي اصحاباتي ابناتي اولادي شوف انت سير دوامان ديز زمان وقت اللي شار مطحانه هايي غير تضايس مطحايس تحمدي ديز زمان لا تقن تخطر فوسيف ولا يتير غرسو غروم لا تير غرسو ورن اما يتقن واتي وانت غروم انس لا تير دس البركة حيت لا تزاد سوامان ودان فيف هاتي سيرا سنات هايش تسوى فلا يش تسوى الدا ان ددلا رياش ايوا تدتا اتنين انس تدتا فراك تنمو تكبان وامان في ناس تاريا شنين تغرسا امان ايوا اش زمان النخ هل تدور لارياش هل تدور نسوانان هما ناش تزاد هاليك انت تيني متي اشي حاجة يتشار الله المزهوت ولا غير ما ندي ندي يا صدر ربي سبحانه هو ايوة هاتا يتنسعيش نميد من الزمان اسوك تما راش شكل دهتا يا انتسيرتا خالي اتي عدلانا اتي صوبان وما سيما ربطي رحم مسكين حيت كخص نتسير دي الزمان ايتيا دادا لازاد ندخس ميدنان لازاد نقور نغرسي ودان لازاد ندخس ايمندي على سني الزاد لا يعدلا سنار ايوا ربي اطنيرحم ما شاء الله اذا هذا الشكل وهذا التصميم وهذا الديزاين اللي امامكم فاما كتقول بلي انه شكل مصغر لمطحنه اللي خاصه بالمياه في القرى الامازيغيه منذ زمان كما قلت لكم فهذا كيتم وضع فيه الزرع وهنا كيتطحن الزرع وهذا تيحاول يدور باش كيدور هاد المطحنه اللي الفوق هي هنايا باش كطحن الزرع ومن بعد من هنا تيخوي الماء فهاد المطحنه كتكون على شكل منزل دائما يكون جانب النهر وهاد النهر تيكون دايز منه الماء وداك الماء تيحاولوا يديروا له طريق باش يجي جهه هاد الساقيه هادي باش تيهبط من هنا الماء وكيبقى يدور هاد الاعواد اللي كتشوفوا هنا كيبقاو يدوروا وكيتطحن الزرع حقيقه هاد الشيء هذا تاريخي وتراثي فانا بدوري اجدد الترحم عليه فالله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع موتى المسلمين ان شاء الله في هذا اليوم المبارك بطبيعة الحال شاركنا معكم في فقرة اليوم الخاصة بدوير زمان تسير دوامان في شكلها المصغر ايوا دابا يا ولدي يلا هندوزو ننتي مزهورة ان شاء الله اذا فقرة حكم واقوال شوف انت حباباتي هاتي واشوتين ايش نتفو ناس والي تقاغو ايه تقبيلت المعنى انس يجب بنادن والي تغيب وحد والي تكشن دون شتو حد التخصاص المعاونة بطبيعة الحال اذا حكمة اليوم حليب بقرة واحدة لا يمكن تزويد به القبيلة بأكمالها بمعنى أنه الشخص لوحده لا يستطيع أن يتعايش مع الحياة وأن يصل إلى أهدافه وأن يحقق أحلامه من دون مساعدة الناس بالتالي كان هذا هو معنى هذا المثل الأمازيغي بطبيعة الحال اللي كانوا تيقولوا بزاف منذ القدم أما الآن فغادي ندوزو بشكل مباشر إلى فقرة أول أنت ما زيغت أول نتمازغت كما عودناكم تنحاولوا نعلمكم ثلاثة ديال الجمل أو الكلمات من أول نتمازغت النخ يعني نسنسوال نشني أو اللهجة الخاصة بنا غادي تحاولي إما تقول لكم هاد ثلاث جمل بالأمازيغية وأنا غادي نحاول نترجمها لكم بالعربية وما عليكم غير نتوما تذكروها معنا وتسجلوها في النوت بوك ديالكم باش تعقلوا عليها باش مرة إلا تلاقيتوا مع شي شخص أمازيغي تقدروا تواصلوا معاه وتقدروا تفهموه لنبدأ يا أمي
ماني سليت. ماني سليت بمعنى من أين أنت أو لا منين أنت بالدارجة ديالنا. ملا تانية منين الهمنش. منين الهمنش أو في ماذا تشتغل أو لا فاش خدام. جملة الثالثة ماني تلاحقت ديت غورنج. ماني تلاحقت ديت غورنج. ما هو مستواك الدراسي ولا بالدارجة المغربية فين وصلتي في قرايتك. كانت هذه هي جمل فقرة أول تمازيغت لي اليوم. إيه أولدي نوردين نتمنى يتعلموا الشلحة إن شاء الله بإذن الله. فهذه الكلمات هي خاصة بلهجتنا في البلاد اللي هي سيوانت العليا. أما دابا غادي ندوزو لتنفاس. تنفس نون النخي دي الحلقة النيجريان يسيلو أملال وضار راه لا يعطيكاش متتصحى جاوب متمزيان لحل الناس راه دازلاف. واش واجدين واش واجدين اتي واشوتين الواشو ايو هذاش متين حاوت تنفس تيدني راه شوي قطيبتتي شوي قطيبتتي يفي ما أغروم. ايش هاد الحاجيات الوالدة كتوحلينا فيهم كيف ديما. إذن حاجية اليوم أو اللغز اليوم شيء صغير بزاف ويتقن طهي الخبز أفضل من أمي. شي حاجة صغيرة بزاف وكتقدر تطيب الخبز حسن من أمي. أعطيونا الجواب ديالكم في الأسفل في التعليق حتى تضعفوا الحظوظ ديالكم في الفوز في إحدى الجوائز 4 اللي غادي نقدموها لكم في آخر هذا البرنامج بإذن الله. هكذا غادي نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم إرث الأجداد كنز للأحفاد. خليكم معنا ما تنسوش دعمنا بزير لايك لهذا الفيديو إلا عجبكم وبطبيعة الحال شاركوا هذه الحلقة مع الأصدقاء ديالكم الأحباب ديالكم. تابعونا في هذا البرنامج نتمنى يعجبكم. ايوا نتوما راه عزازين عليا بزاف بزاف كتفرحونا بالكلام ديالكم اللي كتقولوه في التعاليق. ايوا تنهلاو في راسكم تنهلاو في والديكم. يلاه بالسلامه عليكم. الله.